وقل رب زدني علما. الاختلاط يحارب الشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وأمر النساء أن يكن في موضع خاص في العيد، فخطب الرجال أولا ثم نزل وخطب النساء، مما يدل على أن الشريعة الإسلامية من أهم عناياتها التفريق بين الرجال والنساء. ثم إني أقول لهذه المرأة التي ربما لقنت هذا السؤال: ليس كل مسألة تحدث يمكن أن يكون عليها نص معين في تلك المسألة المعينة. الشرع له ضوابط وله قواعد يدخل فيها من المسائل ما لا يعلمه إلا الله. ومن المعلوم أن من قواعد الشريعة سد كل باب يؤدي إلى الفتنة والفاحشة. وتأمل التعبير في قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا، ففيه الإشارة بل فيه التصريح بالنهي عن كل ما يكون سببا للزنا، لأنه قال: لا تقربوا، فكل شيء يقرب إلى الزنا فإنه منهي عنه. والاختلاط بلا شك من أسباب الزنا، إذ أنه لا يمكن لأي رجل إلى جنب امرأة تكون إلى جنب امرأة وهو فحل يريد من النساء ما يريد الرجال إلا تحركت شهوته، هذا هو الغالب. والعبرة في الأمور الشرعية بالغالب، والنادر لا حكم له.